كي كتلاحظوا كنتواجدوا اليوم في ساحه الباطوار اللي هي يعني المعقل ديال سيارات الاجره بمدينه اكادير، اللي هي المحطه اللي عندها اكثر من 50 سنه وهو يزاول فيها عمل سيارات الاجره من اجل نقل الزبناء الى جميع الاتجاهات داخل وخارج المظل الحضري. موضوع الساعه اللي هو انه جانا اخبار بانه هذه المحطه هذه تنقل لمحطه ثانيه اللي بجنب اوتيل ايبيس، وهضرنا وتناقشنا ودرنا لقاءات مع المجلس البلدي، درنا لقاءات مع سعاده الباشا المحيط، درنا لقاءات مع النائب الاول والنائب الرابع للمجلس البلدي، ولكن الملاحظ ان هذه اللقاءات لم تجدي بشيء، وما كنمشوش حنا كمكتب وطني، كنمشيو كتنسيقيه اللي فيها واحد العدد ديال الهيئات جمعويه ونقابيه اللي كتمثل سيارات الاجره بمدينه اكادير. وهذا الاخبار ديال اغلاق المحطه في وجه السائق والتحويل المحطه اللي كيقولوا هما المؤقته، كنا كنطلبوا المعايير السلامه ومعايير الصحه تكون في المحطه. اذا كتلاحظوا معايا هذه المحطه راه في حاله يرثى لها، ولكن اشنا هو السبب؟ لانه على الاقل المرافق الصحيه ما متواجدينش في هذه المحطه. لولا هذه المقاهي اللي كتشوفوا هنا لكان تامر الكبرى تكون هنا. كتعرفوا السائق عنده امراض اللي هي خطيره، خاصه ما يتعلق بالمسالك البوليه وهذه، لان عرفتوا الواحد اللي راه السياقه كيعرفها غير اللي خدام فيها، وحتى الزبائن كيجيو المحطات في حاله مرضيه كيبغوا غير شي تواليت ولا شي حاجه ما كيلقاوهاش. لذلك المحطه حتى البلاصه فين نصلوا هنا ما كايناش واحد العدد ديال المسائل اللي هما متطلبات عاديه ما كاينينش. وهات تديني انت المحطه اخرى اللي ما فيهاش حتى هذا الشيء اللي عندنا في الباطوار، ما يمكنش. لذلك بعد الجمع العام اللي جدوا فيا الثقه ككاتب اقليمي للاتحاد الوطني، درنا واحد اللقاء تما على هذه المحطه، وكان واحد الاجماع ديال جميع الهيئات ديال مدينه اكادير انه غادي نتصدوا بجميع الوسائل القانونيه لهذا التحويل الى ما كانش في المستوى. التحويل كنعاود ناكدوا عليه اننا نتحولوا لهذيك المحطه، ولكن بالمعايير اللي طلبنا اللي هي التبليط والاناره والامن والمرافق الصحيه ضروريه، هادو يعني ما غاديش نتنازلوا عليهم. بالنسبه للمحطه اللي تقال بان التحويل ديالها غيكون في هذه الايام القليله المقبله، كنشوفوا بان ارتجاليه او كما كنقولوا بان هاد الناس هادو بغاو يحولوك لواحد المحطه اللي هي محطه عشوائيه فوق الواد، ما فيها المرافق الصحيه، ما فيها الضوء، ما فيها يعني مدينا هادو الغابه على اساس عيالات الناس والبنات والدراري الصغار غيمشيو للمحطه اللي هي محطه عشوائيه. انا الرساله ديالي اللي كنوجهها للسيد والي جهه تسوس ماسة والسيد رئيس المجلس الجامعي لمدينه اكادير، بان علاش بالضبط هاد الناس قاسوا المحطات الرئيسيه ديال مدينه اكادير، قاسوا المحطه ديال الميناء، تقاس المحطه ديال الباطوار اللي هي الام، تقاس المحطه الرئيسيه ديال سوق الحد، تقاس المحطه ديال تيكيوين، علاش بالضبط او ديال السلام، علاش بالضبط استهدفتونا حنا؟ هذا مشروع، واش هو مشروع حنا كنا خدامين عليه 35 عام وما يفوق 35 سنه، وفي الاخر جات واحد الشركه بغات تستغل المشروع يعني بحال الى قلعوا منا الفوند كوميرس. بالنسبه لسياره الاجره، راه كتستافد منها الجماعه المحليه ديال مدينه اكادير بالنسبه للضرائب السنويه. ورسالتي لصاحب الجلاله اللي كيدعيوا هاد الناس بان هو صاحب المشروع، انا كنقول رساله ولا استعطاف للسيد امير المؤمنين باش يشوف من حال هاد الناس هادو اللي هازين عائلات وعائلات. والسلام عليكم ورحمه الله.